السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بس يا شيخ مصطفى، تفضل. في بعض الشباب دلوقتي بيعمل فيديوهات دعوية على النت، نعم، وبعد كده من خلال الفيديو بيطلب من الناس ان دعموا وترسل لي مال من اجل التفرغ للعمل الدعوي. هل ذلك ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يسأل؟ نعم يدخل فيها، نعم يدخل فيها، هذا دخل في التسول، دخل في التسول. حتى لو بيعمل فيديوهات دعوية لله، حتى لو بيعمل فيديوهات دعوية لله، الله غني عنه عن تسوله، لأنه بهذه الطريقة يفتح بابا للشر. كل واحد ما له عمل يقول أنا هطلع أدعو إلى الله وساعدوني أيها الناس، قد يأخذ مئات الآلاف والملايين من الناس وليس له ضابط ولا رقيب. فلا أنصحه بالتسول، عليه أن يحافظ على وقاره وعلى ديانته، وما قدر له سيأتي. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك.